امبارح طبعا عارف كويس قوي ان جمهور النادي الاهلي بيوحش ويشوف التيشيرت الاحمر في الملعب، بيبقى وحش جدا كل جمهور النادي الاهلي حتى لو كانت مباراه وديه. وعارف جدا ان كله امبارح بالليل جاب قناه الاهلي الساعه 1 واتفرجوا على مباراه الاهلي الوديه الاولى في اسبانيا واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 9-0. سيبك من النتيجه، لكن هي تجربه اكيد مفيده، وتجربه انت بتبتدي تدريجيا بترتفع في المستوى من ناحيه المنافس اللي انت هتقابله واحده واحده كده، خصوصا انت في بدايه فتره اعداد جديده. لكن مهم، النادي الاهلي امبارح عمل مباراه مش هنقيمها طبعا فنيا ولا حاجه، لكن النادي الاهلي حقق النتائج المطلوبه من هذه المباراه، سواء فيما يتعلق بالشكل الفني، الاطمئنان على بعض اللاعبين، دي طبعا اهداف المباراه بالامس، الهدف الاول لحسين الشحات، ومباراه شهدت تالق كبير جدا من بعض اللاعبين ابرزهم صالح جمعه وادي ازارو، كمان احرز هدفين امبارح، منهم الهدف ده هدف حلو قوي، والهدف الثاني كمان ليه كان هدف مميز جدا جدا جدا. فبالتالي بدايه في اطار الاستعداد للنادي الاهلي من حيث المباريات الوديه عشان الفتره اللي جايه. ان شاء الله النادي الاهلي يوم الخميس عنده مباراه وديه اخرى هتكون مهمه جدا، يستعد من خلالها بشكل اكبر للمرحله الجايه. دي الاهداف امبارح، ده هدف الراجل احرزه في مرماه بالخطا. الجهاز الفني اكيد استفاد بشكل كبير جدا من هذه التجربه رغم ضعف المنافس، وده على فكره بيبقى مطلوب في البدايه، طبيعي جدا ان انت تبتدي بمنافس ضعيف لان انت اصلا مش جاهز لسه بنسبه 100% من الناحيه البدنيه والفنيه، فبتجهز واحده واحده بشكل تدريجي. رمضان صبحي اهو احرز هدف كمان جيد جدا، ودي بينيه اكثر من رائعه من حسين الشحات لوليد ازارو اللي اتصرف فيها بشكل جميل جدا. هو ده وليد ازارو، حط جون حلو قوي قوي قوي، ولاعب ومهاجم مميز يا جماعه. مش عايزين ننسى ان هو كان هداف الدوري السنه، مش اللي احنا فيها دي اللي لسه ما خلصتش، لا السنه اللي قبليها 18 هدف، اكتر لاعب اجنبي جاب اهداف في موسم واحد في تاريخ الكره المصريه بالمناسبه يعني. فبشكل عام الامور ماشيه بشكل كويس جدا جدا هناك في معسكر اسبانيا، وبالتالي نتمنى الاستمرار في الاستعداد بشكل جيد ان شاء الله خلال الفتره الجايه.